مرشدي في اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي، الإملاء، التاء المربوطة والمبسوطة، الصفحة 61. أطبق. ننجز في دفتر التطبيقات، نحن سننجز هذه التمارين هنا في هذا المطبوع. إذا نبدأ بالسؤال الأول، اجمع الكلمات الآتية وبين نوع التاء فيها مع ذكر السبب مستأنسا بالجدول التالي. إذا عندنا هنا خطوات داروا الجمع، ثم من بعد حددوا التاء واش مبسوطة ولا مربوطة، ثم في النهاية حددوا السبب. إذا نجمات إذا التاء مبسوطة السبب جمع مؤنث سالم. ممثلات مبسوطة جمع مؤنث سالم. مألوفات مبسوطة جمع مؤنث سالم. مألوفات مبسوطة جمع مؤنث سالم. أمهات نوع التاء مبسوطة جمع مؤنث سالم. قاض قضاة إيوا دابا مربوطة مربوطة علاش؟ لأنه جمع ليس جمع مؤنث سالم، جمع تكسير. جمع تكسير صافي؟ نعم. إذا الأهم هو أنه ماشي جمع مؤنث سالم، أولا غنقولوا السبب هو اسم كما جاء في الدرس. إذا ساعٍ سعات بحالها سعات، التاء مربوطة وجمع تكسير. ثقات مبسوطة ولا مربوطة؟ مبسوطة إذا مبسوطة لأنه جمع مؤنث سالم. تمرين موالي، أسند الأفعال التالية إلى تاء الفاعل وبين. إذن هذه تاء الفاعل يعني تاء المتحركة، وبين مستعنا وبين نوع التاء. إذن هنا غادي ناخذ الأفعال. قال قلت ماشي قالت هذيك تاء التأنيث. قلت يعني خص يكون فيها فاعل. قلت مبسوطة. تلبست نعم مبسوطة، هنا خصنا نشكلو تلبست مبسوطة. حارسة حرصت مبسوطة شجعت مبسوطة. ثم شمخت مبسوطة كلهم مبسوط. تمام. إذا غننتقلوا للتمرين الموالي. ضع مكان الفعل المكتوب بين قوسين مصدرا مناسبا في الجمل التالية واحرص على كتابة التاء صحيحة. إذا هنا الحالة لا أهم هنا ماشي أننا نحققوا الجمع وإنما نعرفوا نكتبوا تاء. إذا يدعو ديننا الحنيف إلى ساوى مساواة إلى المساواة. إذا غنديروا خاصنا نديروا مربوطة. تمام. هنا هذا السبب هو اسم. إذا حي الكريمة في السكن اللائق. الحياة ثم مربوطة علاش؟ لأن الحياة ها؟ نعم. الحياة المساواة نعم. جار الكاذب مهلكة. جار الجار الجار الك لا ماشي دابا انت هنايا ما جبتيش المصدر. الجار اسم فاعل. اذا شنو غنقولوا؟ جار مجارات حتى هي على مجاراه صافي. مجارات الكاذب مهلكة. احب مهنة حامة. شنو هو الاسم؟ المحاماة.
المحاماة كلهم مربوطة، كلها تاء مربوطة، ونكون قد انتهينا من هذا الدرس حول التاء المربوطة والمبسوطة في موضوع أطبق.